كانت ميليشيات الدعم السريع في الطريق لنقل الجنود المصريين من قاعدة المروي إلى الخرطوم العاصمة لتسليمهم للهلال الأحمر حسب ما قالت لهم المخابرات العامة المصرية. وبمجرد وصولها منطقة الملحقية العسكرية المصرية قبل دخولهم مدينة الخرطوم وفي نص الطريق، اتفاجأت الميليشيات بظهور قوات النخبة المصرية الجي اي اس وقوات من المخابرات الحربية، وقالوا لهم هنستلم رجالتنا دلوقتي وهنا. ازاي ردت عليهم ميليشيات الدعم بعد المفاجأة دي؟ وازاي قدرت المخابرات العامة تخفي خبر وجود 177 ضابط وطيار وجندي عن الميليشيات موجودين بالقرب من مطار المروي بعد نجاحهم في عمل مناورة وخرجوا من القاعدة قبل السيطرة عليها؟ وإزاي تم تأمينهم لمدة 5 أيام كاملة قبل نقلهم 500 كيلو من غير ما حد يحس بيهم لمطار دنقلة؟ وإزاي المطار ده كان خارج الخدمة وشغلته القوات المصرية؟ والانفرادات تتوالى. كيف وصلت قوات النخبة المصرية الجي اي اس التابعة للمخابرات العامة والمخابرات الحربية إلى السودان في نفس يوم احتجاز الجنود لتحريرهم، وفضلوا لمدة 5 أيام هناك من غير ما حد يحس بيهم، وكان معاهم أوامر بالاشتباك مع الميليشيات في هذه الحالة، وكانوا تحت عينيهم طول الوقت؟ حلقة النهاردة هتسمعوا فيها اللي مش هتسمعوه في أي مكان تاني، انفرادات حصرية لبرنامجنا قوة مصر عن تفاصيل دقيقة جدا، وتذاع لأول مرة عن عملية تأمين وإخلاء 204 جندي مصري من قلب النار، من قلب الاشتباكات في السودان، وكيف نجحت مصر فيما فشلت فيه أمريكا وألمانيا وبريطانيا وحتى الهند واليابان. في صباح يوم 15 إبريل لما هجمت ميليشيات الدعم السريع قاعدة المروي وكان فيها 204 جندي وضابط وطيار مصري في مهمة تدريبية خارج البلاد، اتفاجأت القوة المصرية بالهجوم على القاعدة. وفي الحالات الطارئة اللي زي دي بيكون هناك خطة إخلاء طارئة، وبالفعل نفذت القوات خطة الإخلاء من القاعدة بعمل المناورة والإفلات من الموقف، ونجح بالفعل 177 فرد من الخروج من القاعدة والتمركز في مكان آمن. ولكن كان في مجموعة تانية من 27 فرد لم تستطع الخروج وتم احتجازها من قبل القوات، والقوة هنا اتعاملت باحترافية شديدة سواء بتنفيذ مناورة الخروج أو حتى اللي بقيت في القاعدة، وفضلت عدم الاشتباك مع القوات، لأن لو كانت رصاصة واحدة كانت خرجت كان ممكن يترتب عليها فتنة كبيرة بين الشعبين المصري والسوداني وأصبحنا طرف في الصراع ويتم طورتنا في حرب مش حربنا. المهم كده المشهد إن في مجموعتين، مجموعة من 177 فرد متمركزة في مكان آمن قرب قاعدة المروي لا يدري بوجودها أحد إلا الجيش السوداني، ومجموعة أخرى من 27 فرد متواجدة في مطار المروي. من اللحظة الأولى تم تشكيل غرفة عمليات فورا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه مع المخابرات العامة والقوات المسلحة ووزارة الخارجية لإدارة الأزمة. والقرار اللي تم اتخاذه وبيقال هنا لأول مرة إنه تم الاتفاق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة على تحريك فريق كبير من القوات الخاصة الجي اي اس التابعة للمخابرات العامة ومعها فريق من المخابرات العسكرية للانتقال فورا لقلب السودان لإعادة كل الجنود. ولكن السؤال، هيوصلوا إزاي السودان في ذروة الاشتباكات وكل مطارات السودان خارج الخدمة ومطار الخرطوم بيتعرض للهجوم؟ احنا بنتكلم هنا عن اليوم الأول من الاشتباكات. السودان بالنسبة لمصر هي عمقها الاستراتيجي في الاتجاه الجنوبي، مسرح عمليات السودان بالنسبة للأجهزة الاستخباراتية المصرية مسرح عمليات مكشوف وكأنه كتاب مفتوح. مصر كان عندها معلومة إن في مطار اسمه دنقلة في شمال السودان خارج الخدمة وفي منطقة بعيدة عن الاشتباكات وبالتنسيق مع الجيش السوداني. طبعا مش هقولك يعني ايه انك تسيطر على مطار في دولة اجنبية في حالة حرب وتشغله وتحوله لقاعدة عسكرية للتمركز فيها لمدة 5 ايام. كانت عملية في منتهى الدقة والسرية والخطور، ومحتاجة فريق ضخم ومش عادي، فريق من نخبة النخبة في المخابرات العامة المصرية والجيش المصري. تم إنزال القوات المصرية بطائرات C-130 الحربية المصرية في مطار دنقلة، وتم الاتفاق على تقسيم الفريق المصري لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هتتمركز في المطار لتشغيله وتأمينه وجعله جاهز لإقلاع الطائرات المصرية فور العودة بالقوة العسكرية المحتجزة والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخراج المطار من الخدمة لأنه منفذ الإخلاء بعد تحرير القوات. والمجموعة الثانية هتذهب
للمجموعة المحتجزة الأولى اللي بتتكون من 177 فرد لتأمينهم وتوفير مكان أكثر أماناً ليهم والاستعداد لإخلاءهم إلى مطار دنقلة في اللحظة المناسبة بعد تأمين الطريق. لك أن تتخيل إزاي تنقل 177 فرد وتأمنهم من منطقة المروة لمطار دنقلة والمسافة بينهم حوالي 500 كيلو في وسط وضع فوضوي تماماً والاشتباكات عنيفة جداً من غير ما حد يحس بيه. أما المجموعة الثالثة كانت مهمتها البقاء بقرب قاعدة المروي المتواجد فيها 27 عنصر الآخرين ورصدهم بدقة ومراقبتهم ورصد تحركاتهم بشكل لحظي ومعرفة كافة المعلومات عنهم وإبقائهم تحت أعين الفريق بشكل دائم والتدخل والاشتباك لو شعروا أنهم مهددين أو معرضين للخطر. وبعد الاتصالات السياسية المصرية بالأطراف المعنية في السودان ومحاولات التهدئة في السودان تم الاتفاق على هدنة مؤقتة بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع وتسليم القوات المصرية 27. وهنا جت الأوامر للفريق الأول اللي بيأمن 177 فرد بإجراء عملية خاصة من المخابرات العامة والحربية بتحرير مجموعة 177 ونقلهم بسرية تامة من المكان الآمن إلى مطار دنقلة في رحلة طولها 500 كيلومتر تحت غطاء الهدنة المعمولة لتسليم الجنود 27. احنا مش بنتكلم عن 10 افراد ولا 20، لك ان تتخيل الرحله كانت نقل 177 جندي بالاضافه لقوه التامين الخاصه بيهم من المخابرات العامه والحربيه والتنسيق مع الجيش السوداني من خلال عدد كبير من السيارات الملاكي لعدم لفت الانتباه. ونجحت القوه بالفعل بتوفيق ربنا وشجاعه القوه المصريه والخطه المحكمه من المخابرات العامه من الوصول بسلام لقاعده دنقلة. وكان المطار اتحول لقاعده عسكريه مصريه والطيارات كانت جاهزة لنقل الرجالة من خلال 4 طيارات عسكرية C-130 ودول اللي وصلوا القاهرة مساء الأربعاء. وكده متبقي المجموعة الثانية 27 فرد اللي متواجدين مع ميليشيات الدعم. تم الاتفاق بين المخابرات العامة وميليشيات الدعم السريع وبشكل مباشر وبدون وساطات على نقل 27 فرد إلى الخرطوم وتسليمهم هناك لفريق من الهلال الأحمر. طبعا مش محتاج أقول ليه ميليشيات الدعم السريع كانت محافظة على الرجالة بتاعتنا أكتر ما هي كانت بتخاف على رجالتها. ميليشياتهم لو 100 واحد مات هيعوضوهم، إنما لو خدش واحد كان أصاب جندي مصري حتى لو بالخطأ فمعناه إنهم هيشوفوا غضب حقيقي من مصر زي ما الكتاب ما بيقول. قدرة عسكرية واستخباراتية جبارة وغير محدودة وذراع طولة تستطيع أن تصل إلى أبعد نقطة في الإقليم. ولكن المخابرات العامة المصرية كانت مش مدية الأمان المطلق للمجموعة دي وخايفة من دخول أي طرف ثالث في النص وإنه يحاول يأذي الجنود علشان يورط مصر في الصراع. فمصر طلبت تسليم الجنود لفريق من الهلال الأحمر من ناحية علشان تدي الأمان للميليشيات ومن ناحية تانية علشان يكون في طرف دولي شاهد على الوضع تحسبا لأي غدر أو مخالفة للاتفاق. ولنفس الأسباب أثناء نقل المجموعة من قاعدة مروي إلى الخرطوم كانت عناصر المخابرات العامة والحربية بتقوم برصدهم تماما حتى وصلوا لقرب الملحقية العسكرية في الخرطوم. وبعملية خاطفة وسريعة ظهروا فجأة للميليشيات وقالوا لهم احنا معانا فريق الهلال الأحمر وعايزين نستلم رجالتنا دلوقتي وهنا. طبعا الميليشيات اتفاجئت وارتبكوا وقالوا لهم ان الأوامر اللي عندهم تسليمهم في الخرطوم. لكن الخطة الاستخباراتية المصرية كانت إن عملية الاستلام تتم في المكان والوقت اللي احنا نحدده مش هم، وما كانش قدام الميليشيات إلا القبول بتسليم الرجالة أو الاشتباك مع القوات الخاصة المصرية الجي اي اس. وطبعا لما يكون قدامك كتيبة من الجي اي اس ويقولوا لك هنستلم دلوقتي يعني دلوقتي، ما كانش قدامهم اختيار إلا القبول وتم بالفعل استلام الرجالة من غير ما الميليشيات تبقى عارفة احنا بعد ما نستلمهم هنروح بيهم فين وهنخرج ازاي. المهم الرجالة 27 ومعاهم قوة المخابرات العامة والحربية اتحركوا بسرعة باتجاه مطار دنقلة اللي بيبعد عن الخرطوم حوالي 200 كيلو. وكان الفريق المصري المتمركز في المطار مدور الطيارات والانتظار، وبمجرد وصول المجموعة تم نقلهم في 3 طيارات C-130 مع فريق التأمين والإخلاء وفريق تشغيل المطار، وعادوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين غير منقوصين بلا خدش في جسد أو كرامة. واللي عاوز أقوله هنا مجموعة حاجات. أولا العملية دي مصرية 100% سياسيا وعسكريا واستخباراتيا. ثانيا ميليشيات الدعم السريع رجعت لنا قواتنا مش عشان هم ناس كويسين، ولكن بسبب الخوف الشديد من ردة فعل مصر وجيشها وقوتها.
حتى لو حصل للجنود بتوعنا أي شيء على سبيل الخطأ. ودور الهلال الأحمر كوسيط استلام كان اقتراح مصري لتطمين الميليشيات من ناحية، ومن ناحية تانية علشان يكونوا شاهدين لو حصل أي شيء مخالف للاتفاق. ثالثاً، اللي حصل ده بيثبت للمرة الألف إن دم أي مصري غالي قوي، وإن مصر تقدر تحمي ولادها في أي مكان في العالم ومن أي حد. رابعاً، إن قوة مصر الحقيقية بتظهر في اللحظات دي. دول كبيرة فشلت في مجرد التفكير بإجلاء رعاياها زي أمريكا وألمانيا، وبعد اللي حصل هولندا والهند اتصلوا بمصر علشان يساعدوهم في إجلاء رعاياهم. مصر قوية، مصر عفية، مصر دولة قوية بجيشها، قوية بتماسك شعبها والتفافه حول جيشه، قوية بأبطالها الشجعان وأجهزتها الاستخباراتية العامة والحربية اللي كشف الإقليم كأنه كتاب مفتوح، وقوية بقيادتها الحكيمة والقوية في نفس الوقت. اللهم احفظ مصر من كل شر، واجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.